خیره تواد کنم منحوم خیره هاتی و سرچا و هاتی این فیده طایر براستی از پول زنم از که در دست بکنم بو از نزنم یا 20 سالی دست بکنم یا چه روزه دست بکنم یا روزه که بود دست بکنم حقا اون حمو جاره که خمگینم با حمسوی از دو جاره خمگینم یکی از وکی و چاوه هون برد عزم از وکی و برد عزم یا دوی چر روزی حیاتوی یا تالیه ابسب شو روزی دیلو و من نقلی برد سکی بکم و از گلکی عزم و خمگینم از پیوا خو کردی مگل از دیو خیو کردی بیزن بس من خاری از درد خو او این که از دم کردی بیزن من خاری از دعوال بورین الوت کم از بعالی بخونم هنده کلمه می چکری مخاطبه یا نیبا کاملو وی و نیبا کاملو و و نیبا کاملو مالباتا وی أسد بيجم كلمات خدا عنواني أويمن باسمي كلمات مرثية إلى من خطف فؤادي إلى من غير مسار حياتي إلى من أحببته من كل قلبي وإلى من قادني إلى دنيا المآسي أبحث عن بقايا صوتك في أعماقي ووجداني أفتش عن صورتك البهية على جدار مخيلتي تغيظني تلك الصورة بصمتها وبجمودها وبعنادها يعز علي أن أصدق بأنها تشبهك كل شيء في يتغير بعد غيابك أفراحي أحزاني صحتي لا زلت إلى اليوم أحلم بأنها قد تعود لماذا تركتنا هكذا ورحلت ألم تكفيك أدمعنا وخاصة دمعة شاري وآري وجمال لكي تعود الآلاف ركضوا خلف نعشك صامتين مذهولين وهو بانتظار صوتك لماذا لم تعود نم قرير العين لقد عانيت كثيرا من شرور هذه الدنيا الفانية ومن مساوئ هذا الزمن الرديء وقسوة الحياة لقد فاجأتنا برحيلك بلا وداع ستبقى حيا في قلوب أحباؤك ما دمنا أحياء ليس هناك أشد إلاما على النفس عندما تتلقى نبأ فقدان عزيز عليك خاصة إذا كنت قد عاشرت هذا العزيز سنين طويلة في السراء والضراء ولكن الأشد إلاما عندما تحضن هذا العزيز في حضنك وبين ذراعيك وتدمل جراحه رأيتك ممدودا أمام عيني وفي عينيك دمعة عتاب وعصية ألم أكنت تحاول عندما كنت أحدق في عينيك أن تقول لي شيئا قبل أن تتقدم على فعلتك هذه وتنهي ذاتك بذاتك أكنت تحاول أن تصرخ أو أن تعاتب أكنت تحاول أن تبكي على جريمتي أنا التي اقترفتها بحقك حينما تركتني لخمسة دقائق لعينا نعم والله تركتني ولم أتركك وكنت أو كنت تعتذر لي لأنك لم تودعني أو تترك لي قصاصة ورق حينما حاولت أن ألمسك بقوة لم أستطع ولم أصدق نفسي إلا إني رفعتك على صدري وقبلتك وحاولت أن أغلق عينيك لم أتجرأ لم أستطع حتى إغلاق فمي الممتلئ بالدهشة والغرابة والخوف والخجل ما كنت يوما أتصورك
وأنت مستسلما هكذا لهذا القدر، كنت شجاعا صنديدا وماليا لكرسيك بلا منازع. شخصيتك وعنفوانك وعزة نفسك كانت مرسومة على جبينك، لأنك كنت مغادرا هذه الدنيا في هدوء، وفي شفتيك بسمة حزن ورجولية. أهديتك قلبي وروحي ورسمت معك أحلامي، لكنك قتلت هذا الحلم في لحظة عنادك. تناسيت أن من بعدك هناك دموع لأجروان وبدلشان وغيرهم وغيرهم، وتناسيت أن عزيزك حمزة ينتظرك منك كلمة برايكو. نم قرير العين، إن من يخلف بعده أخوة مثل أبو آسي وأبو مهدي وأقرباء كانوا عزيزين على قلبك، مطمئن البال. وأنا والله سوف أبقى ذلك الوفي إلى ذكراك العطرة، ولن أنادي غير كلمة برايكو يا أخي الصغير حمزة. أشعر بالندم لأنني لم أستطيع أن أفعل شيئا. 40 يوما لن نفترق إلا تلك الدقائق 5 اللعين والأبدية، ليالي كاملة، وحتى الصباح كنت إلى جوارك دون أن تتذوق عيونك ولو للحظة واحدة من النوم وسكون الليل. كنا في ألمانيا وفي تركيا وفي العراق نسهر معا مع معانات الحياة. أحيانا تسألني في الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة فجرا عن أسئلة غريبة تتعلق بالسياسة والثقافة، تقول لي اشرح لي مبادئ الفلسفة الماركسية. قميص عثمان، ما معنى وعاد بخفي حنين شعرة معاوية؟ مرات كنت أكذب عليك من شدة السهر وقلة النوم، لكنك كنت صاحيا دائما بالمرصاد وتقول لي، لم تفسر لي يا أبا ثابت ما أريد أن أسمعه. عندها عرفت بأنك تريد أن تنام مثل طفل في الكارو عندما يسمع من أمه دليلو دليلو دليلو. تقول لي، هل أنت مستيقظ؟ كنت أكذب مرات عليك وأقول نعم. عندها كنت أسمع ضحكتك البريئة وتقول، إذا ما هذا الشخير؟ اللعنة على الشخير لأنها كانت تكشف عن كذبي. طلبت منك كثيرا أن يشاركنا أناس آخرين وخاصة أخي خلدة. كنت تقول لو عرف أحد من إخواني عن تلك الآلام سوف تكون نهاية أخوتنا وصداقتنا. يا لشدة تأثرك بإخوانك ونعم الأخوة. تحية حب واعتزاز إلى صديقي العزيز الدكتور الشاب دلشاد مراد جندي، والذي هو بيننا، الذي وقف وقفة الرجل إلى جانب الفقيد طيلة فترة وجوده في ألمانيا هاتفيا خارج ألمانيا. دلشاد سخر الكثير من أوقاته من المال والجهد والسهل، لأنه يعمل الآن طبيبا وطالب دكتوراه في مستشفى سنة. تحية له مرة أخرى باسم عائلة الفقيد إن سمحوا لي. تحية اعتزاز إلى عائلتك الكريمة وإلى عشيرتك الكريقة لثقتهم العالية فيا. إنهم لم يسألوني ولو لمرة واحدة عن ماذا جرى وكيف حدث هذا. كنت أتوقع الكثير والكثير من الأسئلة، منها المعقولة وغير، إلا أنني كنت الأقرب، لأنني كنت الأقرب إلى الناس إليك. أطمئن والله لم أتلق منه غير المودة والمحبة وأكثر من ذي قبل. عندها عرفت عن كثب بأنك من سليل عائلة نبيلة ونسب كريم. تحية لهم وأطوي هامتي أمام صغير وكبير من عائلتك الشريفة ومن عشيرتك الكبيرة. أقبل ذلك الشيخ الكبير أبا رشيد وحسو العمدرمو أغا القيدي رحمه الله، كان شهما
في وقفته في كل أيام العزاء، طيلة أيام العزاء، مستقبل الآلاف من المعزين من كل صوب في العراق عربا وكاد وغيره، دون أن يذرف دمعة واحدة، ويقول دائما الحمد لله على كل شيء. أقول له هناك الكثير من الأصدقاء بانتظارك، هو شرف البستان شلتك المعروفة الجالسين في المطعم الصيني، أصدقاء هنا في هانوفر في فولفسبورغ، لأنه إنهم ينتظرون ابتسامتك المليئة بالتفاؤل والأمل، لكنك قررت أن لا تنقل مما تعاني من الآلام إلى أفراحهم، ثم تركتهم بلا وداع. صحيح إن الموت هو نهاية رحلتنا في الحياة، ولا بد أنه ملقانا يوما عاجلا أم آجلا. في جميع الأوقات فالموت يتسلل إلينا خاصة ويخطف منا عزيزا دون إنكار. ختاما وليس ختاما، الرقم 13، الرقم 13 الرقم المشؤوم في كل العالم، الرقم 13، لكنه إلا أنه كان علي مشؤوما وثقيلا كالجبل على صدري وبلا رحمة، حيث فقدت أعز الناس إلى روحي وهو أبو آلي حبيبي وعزيزي وصديقي، كما فقدت في العام اللعين نفسه 2013 فلذة كبدي وابني وحبيبي عاد الحمل عليه مثواهم الجنة. ختاما، الصبح بعد غيابكم صار ليلا، ولا يا ليتكم تعودون مرة لأضمكم ضمة إلى صدري ما ضمها أحد من قبل ولم يضم أحد. والسلام عليكم، واعتذر عن المطالبة.